السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البلان قلق لا تلين إن شاء الله. قاف طاء باء جيم دال. These are the five letters of قلقلة. When you have سكون on them, you bounce the sound. And this is called قلقلة. Let's see how to do this إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي stretch two counts here. والذي هو يطو يطو. This is called قلقلة. طو is bouncing. يطو يطعمني ويسقين. Again. والذي هو يطعمني ويسقين. فكوب. You can hear the bouncing here on the ba. Ba is one of the five letters. فكوب. This is قلقلة. فكوب. فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. ثم أغرق رق. This is قلقلة. قاف سكون. ثم أغرقنا بعض الباقين. Again. ثم أغرقنا بعض الباقين. ولقد دال سكون قلقلة. bounce here. ولقد خلق. one more bouncing. خلق. this is bouncing. خلق. خلقنا ال. ولقد خلقنا الإنسان. إخفاء. إنسان. ونعلم ما توسوس. ما توسوس. توسوس به نفسه. به نفسه. Again. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن this is ha. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Again. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Next. قد نرى تقلب وجهك في السماء. Stretch five times. مد فول باي همزة. فلنولينك قبلة ترضاها. stretch ضا and ها two two counts. قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر القلقلة عند الطاء. شطر المسجد الحرام. مسجد الحرام. Again. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والمر قلقلة. شطره. Again. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. So this was قلقلة. The bouncing.